خبر مؤلم، لبنان عرض للبيع وقد تمت العملية بنجاح. سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة. سجل يا تاريخ، فنحن نشهد أكبر عملية خيانة في تاريخ لبنان. فبين ليلة وضحاها انقلب الساسة اللبنانيون على الخط 29 في البحر وتنكروا له على الرغم من يقينهم بصوابيته، واسترضوا لأنفسهم العودة للخط 23 متأطئي الرأس من دون أي وجه حق، ما يعني أن مئات الكيلومترات وثروات بعشرات المليارات من الدولارات لم يتم بيعها، قدمت على طبق من فضة للعدو الإسرائيلي وبالمجان. عندما نقول تقنية الخط 23 نعني أن التفاوض من الخط 23 وشمالا، نعني أن عدنا إلى خط هوف، ونعني أننا قدمنا للعدو الإسرائيلي 1430 كيلومتر بين الخطين 23-29، وكذلك نتفاوض على 500 كيلومتر التي أعطانا إياها فريد هوف، يعني وما سمي بخط هوف. هي عملية أكثر من مجرد عملية بيع لجزء من المياه الاقتصادية الخالصة، هي تنازل لقاء لا شيء، تنازل لمصلحة طهران بالدرجة الأولى لتعويم دورها الإقليمي، وتنازل لصالح بؤرة فاسدة في السياسة الداخلية لم تأتي على لبنان إلا بالانهيار الاقتصادي وبالانهيار الاجتماعي وبتقويض كل مقومات الدولة. من لمصلحته بيع قسم واسع من البحر اللبناني؟ وما هو المقابل الذي سيتلقاه رئيس الجمهورية ميشيل عون وخلفه حزب الله؟ يعني استعمل ميشيل عون الجيش اللبناني كأكياس رمل تمترس خلفها ليزايد على الرئيس نبيه بري، ولكن عندما وضع أمامه المرسوم 6433 تهرب من توقيعه دون أي مبررات. اليوم يتنازل عبر جريدة الأخبار عن 29، واللي يقول للإسرائيلي ليس فقط نبي بري الذي يتنازل وليس حزب الله الذي يتنازل، كذلك أنا مستعد للتنازل. كيف تقرأ؟ هذه تقرأ إيرانيا بأن تقاطع المصالح الإسرائيلية الإيرانية تحت المظلة الأمريكية أصبح واضحا، وأن هناك تقاطعات داخلية هي نوع من الفتات السياسي الذي له معنى كبير عند رئيس الجمهورية، بمعنى ربما تأجيل الانتخابات أو ربما إلغاء العقوبات عن صهري جبران باسيل، وربما تسهيل وصوله إلى الانتخابات الرئاسية. هذه تنازلات هامة جدا على صعيد هذه العلاقة. كما قلنا السيادة اللبنانية تسقط أكثر فأكثر، لبنان يسقط أكثر فأكثر، وربما تكون الولايات المتحدة يعني مقبلة على استرضاء طهران أكثر فأكثر. من سمح لهم بعرض بحر لبنان وثرواته للبيع؟ وما هو المقابل الذي سيقبض ثمنه السياسيون اللبنانيون في الظلام؟ فضيحة يجب أن تعلق على إثرها المشانق في ساحة الشهداء. وسؤال للسادة المشاهدين، هل أنتم مع اتهام السياسيين المتواطئين في بيع الخط 29 بالخيانة العظمى؟ شاركونا في التعليقات.